صباح الخير أعزائي، لقد سمعت لبعض التمارين والآن سنبدأ بحل بإكمال تمارين القراءة. فلنفتح جميعا أعزائي على صفحة 72، إذا صفحة 72 ولدينا رقم 3. رقم 3 يقول: ماذا تفيد قد في كل من الجملتين الآتيتين؟ معلمة أعزائي، قد لديها طبعا تفيد شيئين، نحن أخذناها قبلا السنة الماضية وأخذناها في بداية السنة، أن قد مع الفعل الماضي يتغير معناها مع الفعل المضارع أو ماذا تفيد. سنكتشف من خلال هذه الجمل. لقد اكتشف العالم حسنات هذا الصديق. قد نكتشف حسنات هذا الصديق. لقد اكتشف العالم حسنات هذا الصديق. قد نكتشف. فإذا ماذا تفيد يا مهدي؟ قشرها. قد مع الفعل الماضي أو مع الفعل المضارع. قط في جملة المضارع للتأكيد. أحسن. مع المضارع للتأكيد، لا، للماضي. مع الماضي هي للتأكيد، أما مع المضارع ربما. فهي الاحتمال. أحسنت. فإذا أحسنت يا عزيزي يا مهدي. فإذا نكتب بداية تفيد التأكيد، وفي الثانية هي تفيد الاحتمال. أحسنت. فإذا ما زلت تتذكر يا عزيزي هنا، فإذا الثانية تفيد التعليل أو الاحتمال. الاحتمال، فإذا تفيد الاحتمال. يلا أعزائي، فإذا نكتب. الآن سننتقل إلى سؤال رقم 4. رقم 4 مفيد جدا أعزائي، طبعا لكتابة موضوع تعبير، لكتابة أي شيء يرتبط بهذا يعني بالتعبير. أوضح دلالات علامات الوقف التي استخدمها الكاتب في الفقرة الثانية من هذا النص. فإذا سنرى نحن في الفقرة الثانية ماذا استخدم الكاتب من علامات وقف. طبعا علامات الوقف ليست أدوات ربط، علامات الوقف هي مثل يوجد لدينا الفاصلة، النقطة، الثلاث نقط، لدينا علامة الاستفهام، علامة التعجب، وعلينا أن نقول ما دلالتها، يعني ماذا تفيد. حسنا، يلا سنبدأ. بداية ماذا استخدم الكاتب من علامات وقف في الفقرة الثانية؟ يقصدون يعني إذا رفرف حتى كالدجاجة. يعني يوجد الكثير من علامات الوقف أعزائي. بداية طبعا ما هي علامات الوقف التي دائما ما نستخدمها أعزائي؟ من يستطيع أن يرفع يده ويقول لي؟ يلا سيلين عزيزتي، دقيقة واحدة. يلا سيلين. إذا معلمة، علامات وقف وليست أدوات ربط. أقول علامات الوقف اللي هي الفاصلة، النقطة، النقطتين، وما إلى هنالك من علامات وقف. يلا ماذا يوجد لدينا؟ لقد حذفتي. دقيقة واحدة يا سيلين. فإذا ماذا لدينا يا سيلين عزيزتي؟ علامة تعجب يوجد وسطر علامة الفعل. التعجب. أحسنتي. طيب علامة التعجب ماذا تفيد؟ لما تضعين الميوت عزيزتي؟ يلا ماذا تفيد؟ تفيد في التعجب. فإذا تفيد التعجب. أحسنتي. طيب الآن ماذا يوجد أيضا يا تيا؟ يوجد نعم فاصلة. فإذا ما هي الفاصلة؟ ماذا تفيد الفاصلة؟ فإذا تفصل بين الجملة والأخرى. جيد، إذا كانت تمت المعنى. طيب الآن حسين الدلباني، ماذا يوجد لدينا أيضا؟ يوجد بعد علامة وقف، ما هي؟ النقطتين.
النقطتين. أحسنت، لما وضع النقطتين؟ عندما قال في الجملة. أحسنت يا أحسن، لقد انتبهت إلى علامة وقف مهمة جدا. عندما قلنا بأنه مثلا يحفظ بيننا وبينه المسافة التي تكفينا للتمتع بجمال لونه وصوته، وضعنا النقطتين، لا يبتعد كالنسر ولا يقترب كالدجاجة. يعني هنا ماذا تفيد؟ نحن ماذا فعلنا هنا يا حسين؟ قسمنا ارتباطاتنا فراغا بين الجملة والثانية. معلمة، تركنا فراغ، ولكن ما معنى؟ يعني أنا إذا قلت أقول مثلا لك يا حسين، انظر إلي ولا تنظر إلى الكتاب الآن، ركز معي. إذا كنت أقول لك مثلا أنا غاضبة، حسنا أنا غاضبة، وضعت نقطتين لأنك قمت بهذا الفعل وهذا الفعل وهذا الفعل وهذا الفعل. طب أنا ماذا فعلت هنا يا حسين؟ وضعت الأفعال. معلمة، هي طبعا يوجد أفعال، ولكن أنا ماذا فعلت هنا؟ ماذا قدمت لك بعد أن قلت لك أنا غاضبة؟ إذا قلت أنا غاضبة أنت لم تفهم، ولكن أنا وضعت نقطتين وقلت لك لأنك قمت بهذا الفعل وقمت بهذا الفعل وقمت بهذا الفعل. فإذا ماذا تفيد النقطتين؟ للتفسير. تفسير. أحسن، فإذا للتفسير. أحسنت يا حسين، شكرا لك يا حسين. الآن تيا. تيا أجبت، ويلا بعد لديك الإجابة. هل لديك إجابة يا تيا؟ دقيقة واحدة، هل لديك بعد إجابة يا تيا؟ طيب ماذا يوجد بآخر الجملة دائما؟ شو يا سيرين؟ ماذا نضع في نهاية كل جملة بالعادة؟ نقطة. فإذا هي لإيه؟ كي تدل على أنها شو يوجد لدينا؟ أنها أنا تم معنى جملة تم معنى معنى الجملة. فإذا تم معنى الجملة. طيب، ولكن يوجد لدينا معلمة فاصلة في جملة، بس دقيقة، إذا رفرف على الغصن رفرف معه الأنس، وإذا غرد وطار طار معه الهم. هذه إذا ماذا تفيد يا أعزائي؟ من يستطيع أن يقول لي إذا رفرف رفرف، إذا قام قام؟ فإذا ماذا تفيد إذا هنا؟ من يقول لي؟ هي هنا بمثل إذا درست تنجح. فإذا هنا إذا ماذا تفيد دائما قلنا؟ من يستطيع أن يتذكر معي؟ غير الدلباني، غير تيا، يعني ما لا يوجد غير تيا ودلباني في الصف وسيلين، يعني ايه دلباني، هل تتذكر؟ أن تنصحه. لا، سيلين، رهف، رهف، خليني اخد رأي رهف. ايه رهف؟ الشرط. أحسنتي، الشرط. أحسنتي يا عزيزتي. يلا سنكتب هذا السؤال معلمة، طبعا لا نكتب بخط كبير لأنه يوجد فيه التفسير. فإذا استخدم الكاتب بعض علامات الوقف بعض علامات الوقف منها هنا، هل رأينا نضع النقطتين يعني للتفسير، الفاصلة الفاصلة بين الشرط وجوابه، الفاصلة بين الشرط وجوابه، سنضع خط مائل. النقطة في نهاية الجملة التامة، يعني الذي لم ينجز ميوت رجاء فلينجز ميوت. الجملة التامة وفي نهاية الفقرة، ويوجد لدينا أيضا النقطتان للتفسير، النقطتان للتفسير
ولدينا أيضا علامة التعجب، للاندهاش. يلا، هذا هو معلمة السؤال. فإذا يقولون أستخرج من الفقرة الأخيرة جملة اسمية ثم أحدد المبتدأ والخبر فيها وجملة فعلية وأحدد الفعل والفاعل فيها. يلا يا معلمة، هذا سهل جدا هذا السؤال. من يستطيع أن يقول لي؟ يلا يا شطار، غير. يلا، من الفقرة الأخيرة نحتاج إلى جملة اسمية وجملة فعلية. ثم تباع تلك العصافير في المدينة لأكلة لحوم العصافير، فلا تصطدم هذه الجريمة المتمادية بواحد من المسؤولين. لا، مش هون. فالضبق ممنوع، ما ذلك؟ فإن ألوف العصافير يتوقف تغريدها يوميا حول البيوت. نعم، دقيقة واحدة. يلا، أنور عزيزتي، أمس قلت جملة فعل إيه؟ اسمية. نعم، أعطيني جملة اسمية عزيزتي. العصفور أخاف المخلوقات دما. يا عمري، نحتاج من هذه الفقرة، انتظري واسمعيني يا نور. إن هذه الفقرة هي: فالضبق ممنوع، ومع ذلك فإن ألوف العصافير يتوقف تغريدها يوميا حول بيوتنا بسبب الضبق الذي يحول وفاء الشجرة إلى غدر ورحابة صدرها إلى قبر. أين هنا المبتدأ والخبر أو الجملة؟ يلا يا نور. بس هي بأي فكرة معلمة قبل هيدا الأخيرة، لأنه الفيلم؟ بالأخيرة لا يوجد شو اسمه جملة اسمية قبل الأخيرة هذا. بس ومع ذلك فإن الوفا ألوف العصافير العصافير. يتوقف. ولكن ما هي الجملة الأولى يا نور؟ فالضبط ممنوع. فالدبق ممنوع، فإذا نقول الدبق ممنوع. فإذا الجملة الاسمية، لا إلهي، خمسة نحن خمسة. فإذا الدبق ممنوع، هذه أول إجابة. ننزل إلى سطر جديد، نضع شرطة. فيا نور، أين المبتدأ وأين الخبر؟ المبتدأ، شو المبتدأ؟ لقد ضعت ميوت. يا عزيزتي، ما هو المبتدأ في هذه الجملة يا نور؟ ما هي الكلمة مرفوع الأولى التي ابتدأنا بها؟ ايه ال نور؟ ما هي الجملة الأولى التي بها الكلمة؟ فالضبط ممنوع. الدبق. طيب، ما هو الخبر؟ ماذا نخبر عن الخبر نحن؟ ممنوع. برافو. فإذا إن المبتدأ الدبق والخبر هو ممنوع. جيد جدا، ممنوع. طيب، الآن سننتقل إلى الجملة الأخرى، نريد نحن جملة فعلية. يلا يا علي برجاق عزيزة، أعطيني جملة فعلية. جملة فعلية إيه، تتعلق من فعل وفاعل. فإن ألوف العصافير، فإن ألوف العصافير يتوقف تغريدها برافو، يوميا. فإذا يتوقف تغريدها. أين الفعل وأين الفاعل؟ يتوقف فعل برافو، والفاعل تغريدها. أحسنت يا عزيزي. فإذا الفعل يتوقف، والفاعل تغريدها. برافو، أحسنت يا عزيزي يعني. والفاعل فإذا الفاعل تغريدها. طيب، الآن يا معلمة ننتقل إلى السؤال الذي بعده، مهم جدا. املأ الفراغ بأداة الربط الملائمة: إذا، واو، والفاء، ثم. استمرت التعديات على البيئة، لن يبقى في وطننا أثر للجمال الخير، بلاد قل طيرها قل خيرها. دقيقة واحدة. أيعقل
أن نسيء بأيدينا إلى تلك الثروة، نتألم، نندم ساعة لا ينفع ندم. سنبدأ مع أول أداة ربط. نعم يا عزيزي يا مهدي، أولا ماذا نضع؟ إذا استمرت إذا، التعديات على أحسنت، البيئة. إذا استمرت. شكرا لك يا مهدي، شكرا لك. بعدين أصبحنا صفحة 73. صفحة 73 لدينا رقم 1. فإذا إذا، أحسنت يا عزيزي. طيب الآن الثانية، على التعديات لن يبقى في وطننا من يستطيع أن يجيب غير الأصابع، غير دلباني، غير برجاق. نعم جوليا. نعم عزيزتي. على لا يوجد لدينا إذا، واو، فاو، ثم. فنحن ماذا نستطيع أن نقول؟ واو لا، ثم ثم لن يبقى، يبقى واحدة، شو هي؟ فا فا. فإذا الفا، فإذا يوجد لدينا الفا، أحسنت. يلا سنكمل. فلن يبقى في وطننا أثر للجمال. وهنا ماذا نضع يا راما؟ لم أسمع صوتها اليوم. إيه راما؟ والخير. واو، أحسنت يا عزيزتي، واو. طيب الآن سنكمل مع سيلين. يلا يا سيلين، بلاد قل طيرها قل خيرها، ماذا نضع؟ وبلاد قل الطير لا، وقل خائقة. ليس الواو، بل نضع الفاء. شكرا لك يا سيلين عزيزتي. يلا يا تيا، بلاد قل طيرها قل خيرها، يعقل أن نسيء بأيدينا إلى تلك الثروة نتألم؟ ماذا نضع هنا؟ ثم، أحسنتي. فإذا ثم نتألم. وأخيرا لدينا آخر علامة أداة ربط. شو يا حسين الدلباني؟ نندم ساعة لا ينفع الندم. واو واو، أحسنت. واو فإذا ونندم ساعة لا ينفع الندم. طيب حليت من قبل. جيد، أحسنت عزيزي. فإذا الجميع، دقيقة واحدة لكي أضع فقط بأنهم دخلوا. لدينا طه ونور، فقط لكي أسجل من دخل معنا الآن أعزائي. لدينا نور دخلت، خريباني دخل، طه، سيمين، يلا يا معلمة نكتب بسرعة أعزائي. يلا يا شطار. طيب ما زال يوجد لدينا 6 دقائق، فنستطيع أن ننجز السؤال الأخير الذي لدينا معلمة. يلا أريد أن نشارك جميعا، إيه؟ رجاء يعني. يلا سنبدأ بالسؤال الأخير، هو السبب والنتيجة. دائما معلمة ما نحن يطرح علينا هذا السؤال المهم جدا عن السبب والنتيجة. بداية لدينا، وهو لفرط ذوقه ومحبته هو السبب. ما نتيجته؟ ما النتيجة التي نحصل عليها؟ من يستطيع أن يجيب؟ لما نريد الإجابة بسرعة. هو ماذا يفعل العصفور لفرط ذوقه ومحبته؟ نعم يا عزيزتي يا سيلين. فوضع التشريعات لحراسته. لا، ماذا يفعل؟ هو لا يبتعد كالنسر ولا يقترب كالدجاجة، فماذا يفعل يا سيلين؟ يطير. فهو كيف يطير؟ يحافظ يحافظ على مسافة على بيننا مسافة وبينه. بيننا وبينه. فإذا أول جملة يحافظ، أنا سأكتبها تحت بعضها البعض، يعني أنتم كل سطر تنزلون إلى سطر جديد. حسنا أعزائي، يحافظ على مسافة مسافة بيننا وبينه. طيب معلمة دقيقة واحدة فقط لأنزلها لكم للشاشة. يلا الآن أريد أنا الجملة الثانية. لقد كتبنا رقم 3. يلا الجملة الثانية، يلا معلمة أريد أصوات جديدة.
فوضع التشريعات لحراسته، ما كان السبب؟ من الذي ماذا اكتشف العالم المتمدن؟ نعم يا برجاق، ماذا اكتشف العالم المتمدن؟ حسين الدلباني طلعت، ليس حسين الدلباني بل رهف. يلا يا رهف، ماذا اكتشف العالم المتمدن لكي يضع لها التشريعات؟ حسنات هذا الصديق الصغير الغالي. أحسنت، فإذا لقد اكتشف العالم المتمدن حسنات العصفور. طيب الآن يا معلمة يا شطار، سننتقل إلى التي بعدها. إذا سمعت بأن هناك أناسا يأكلون العصافير، فإذا ما هي النتيجة التي ستحصل معك يا علي العزير؟ يا الله علي برجاق طلعت، هل تعرفها يا علي برجاق؟ نعم، يلا، ماذا نفعل عندما لأنه أتى تحذير أن هناك أحد يأكل لحوم البشر. فإذا تدهش أكثر مما يسمع. أحسنت، فإذا تدهش. أحسنت يا عزيزي، تدهش. يلا نكتب معلمة بخط واضح ومرتب، تدهش أكثر مما تسمع بأن هنالك قبائل. يلا دقيقة واحدة بس معلمة، أريد أن دقيقة واحدة دقيقة. ثوان. فإذا يا شطار، فإذا هناك قبائل تأكل لحوم البشر. فإذا معلمة أعزائي، الآن التي بعدها، وباتت ترى أن من يحول هذا الكنز من الخير إلى لقمة، ما هي النتيجة؟ يلا من يستطيع أن يقول لي؟ هل تعرفيها يا نور عزيزتي؟ علي العزير، يلا يا علي، كيف هو منظره بوجه ما هو كيف هي نظر كيف هو كيف هي نظرة الرأي العام له بأنه كيف؟ كأنه وحش. أحسنت، هو وحش، وحش في نظر الرأي العام. فإذا هو وحش في نظر، نعم معلمة، خاص هو وحش دون أن يكون، نظر القانون. نعم أحسن، فإذا فإنه هو وحش في نظر الرأي العام. طيب آخر شيء، آخر جملة معلمة، هي ومع ذلك فإن ألوف العصافير يتوقف تغريدها يوميا، هي النتيجة. ما سبب توقف العصافير عن التغريد؟ إنه صغير جدا هذا السؤال، هذه الجملة، بسبب ماذا؟ يلا يا شطار، من يستطيع أن يقول لي؟ غير هذه الأسماء، أريد أسماء جديدة. لا لا، من لم يشارك بعد؟ يلا حسن حمود، ما هي الإجابة يا حسن؟ الضبط. برافو، بسبب الدق. فإذا بسبب الضبط. الدق. فإذا معلمة، هكذا نكون قد أنهينا نحن تمارين التحليل كلها، فعلينا معلمة الآن سأرسلها لكم على الإيسكول طبعا، إذا لم نكتب. وإلى اللقاء.